وضعنا في صورة أجواء الاجتماع اليوم وأهم أجندة اليوم. بالتأكيد معا هي أجندة واحدة حول الأوضاع في المسجد الأقصى، لكن التطورات التي حدثت في الساعات الأخيرة من جانب الحكومة الإسرائيلية جعلت الاجتماع يتم إعادة صياغته من جديد، ولذا ربما تأخر الاجتماع عقد الاجتماع إلى ساعة أخرى لصياغة الموقف العربي بعد أن نزعت السلطات الإسرائيلية فتيل الأزمة بإنهاء كافة الإجراءات الأمنية مثلما أوضحت مراسلتنا في القدس منذ قليل. هذا الاجتماع بهذه الخطوة يتم نزع فتيل الأزمة. التصعيد الذي كان منتظر من هذا الاجتماع سوف تقل كثيرا وتختفي لغة التصعيد فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة الأخيرة في المسجد الأقصى، وربما يتم صياغة بيان آخر للتعامل مع التطورات الأخيرة في الحاصلة في المسجد الأقصى. هناك شق آخر لهذا الاجتماع وهو أول اجتماع وزاري على مستوى وزراء الخارجية العرب يعقد بعد الأزمة الخليجية والتي أيضا مصر طرف فيها. علمنا من مصادرنا داخل جامعة الدول العربية أن وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن سيغيب عن هذا الاجتماع، وسيمثل دولة قطر في هذا الاجتماع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. إذن سوف تقل كثيرا لهجة التصعيد ما بين الدول التي هي على خلاف سواء من الجانب قطر أو الدول الخليج أو مصر بعدم حضور وزير الخارجية القطري. أيضا علمنا أن هناك 14 وزيرة خارجية سوف يحضر هذا الاجتماع الذي تأجل مثلما أشرت إلى ساعة أخرى ويبدأ بعد ساعتين من تقريبا من هذا التوقيت. أعتقد مثلما أشرت معا أن الإجراءات الإسرائيلية التي تمت في الساعات الأخيرة نزعت فتيل الأزمة، جعلت الموقف العربي يتم صياغته بشكل مختلف، وربما سوف يكون البيان الختامي أو النقاش داخل هذه الاجتماع الطارئ هو كيفية الوصول إلى عدم وصول الأمور أو تصاعد الأزمة إلى ما كانت عليه في الساعات الأخيرة وعدم تلافي مثل هذا التصعيد في المستقبل. نعم معك محمد عبد الله، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك محمد.